حتى اليوم ما حبيناش نديروا تجمع العشية، لأن تجمعنا راح يكون حول فريقنا الوطني إن شاء الله باش كنا ننصروه. لأننا نعرف بالانتماعنا لهذا الوطن، لما تحمله رمزية كل شيء يدافع عن الوطن، فريقنا الوطني يدافع عن الوطن، وعلى لأن احنا فريقنا الوطني موش فقط فريق كرة قدم، فريق كما مؤسستنا العسكرية، مؤسستنا العسكرية هي سرير جيش التحرير الوطني. رفعوا ثوارنا ومجاهدينا وأبائنا المجاهدين، رفعوا راية الحرب وراية الثورة أثناء حرب التحرير. كذلك فريقنا الوطني هو سليل فريق جبهة التحرير اللي رفع راية الجزائر عالية خفاقة. إذا بالنسبة لنا الفريق الوطني ما هوش فقط شوبينيزم ولا حابين متحمسين إلى روح رياضية فقط، لا، يحمل بعد تاريخي فريقنا، يحمل بعد تاريخنا الوطني، تاريخ العالم الجزائري عندما رفعوه مخلوفي وسكان وكل الإخوان اللي كان ماتوا ربي يرحمهم واللي ما زالوا ربي يطول في أعمارهم، رفعوا هذه الراية. إذا انتماءنا لهذه البلاد انتماء قوي، انتماء تاع دم، انتماء تاع روح. انتماءنا للجزائر هو انتماءنا للإسلام، هو انتماءنا للعروبة، هو انتماءنا للوحدة الوطنية. وبالتالي احنا شوية متحمسين في وطنتنا، لأن وطنيتنا سمحوا لي إخواني أخواتي ما جاتش فقط بقرارات. احنا ما ديناش استقلالنا بقرار، احنا ما ديناش استقلالنا بصداقة، احنا ما ديناش استقلالنا باتفاقيات دولية، ديناه بقوة سلاح وسالت أودية من دماء 5 ملايين، ما يفوق 5 ملايين شهيد اللي سال دماءها في هذه البلاد. لذا احنا شوية متحمسين أكثر من اللازم، وحبنا لبلادنا أكثر شوية من اللازم.